للزميل العزيز والمعلق طبعا المتألق كابتن أحمد مناع. يمكن خلاص يعني ختام جيم 2 الأهلي والمصرية للاتصالات بنتيجة 88-76، فرق 12 بوينت طبعا نادي الأهلي والمصرية للاتصالات في ربع نهائي دوري سوبر أو جيم 2 من سلسلة طبعا البلاي أوفز أو البست أوف 5. يمكن يعني شفنا أداء. يمكن كابتن سلاوي خلينا نتكلم عن الفور كوارترز، كل كوارتر بيفرق بوينتس اكتر. الاول خلص طبعا 15-12 فارق 3، الثاني فارق 6، الثالث فرق 8 بوينتس، والرابع 12 بوينتس. يعني كوارتر باي كوارتر الحين هو مستر اوجوستي بوش مع اللعيبه بيقدروا ان هم يتفادوا الاخطاء، وده طبعا اللي ادى ان الكوارتر الرابع زي ما احنا توقعنا ما بين الشوطين ان هو يتقدم بفارق بوينتس 12 بوينت. ولكن طبعا عكس مباراه امس الحقيقه الفرق يعني ما فيش مقارنه، 44 نقطه و12 نقطه. احنا عايزين نقول في الاول بس مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للاتصالات. الاتصالات عملت مباراه جيده في حدود الامكانيات المتاحه بالنسبه ليها. هي مباراه كانت من جانب النادي الاهلي متوقعه ان ممكن يحدث اللي حدث النهارده ده، نظرا للمجهود الكبير اللي بذل امبارح، في بدليل ان امبارح كان السكور معدي ال 40 بونت. يعني احنا محتاجين مباراه واحده من الاربع او الخميس ان شاء الله نوصل للسيمي فاينل، نقابل الزمالك ان شاء الله. بالنسبه للكوارتر ده سبنسر كان ورقه رابحه بالنسبه للصالات. هاب امين تالق جدا في الشوط الثالث وقدر هو ومؤمن خيري قدروا اربع ثلاثيات لكل منهم، وكان روم حلوه بعد ما مؤمن حط الرابعه، الاثنين سلموا على بعض وكده. عايز اقول ان المباراه تعتبر جيده بالنسبه للنادي، ان زي ما انت قلتي ان السكور قعد يتدرج ما بين الشوط الاولاني والثاني والثالث والرابع، ودي السياسه زي ما الكابتن طاهر قال ان دي سياسه مستر اوجوستي ان هو بيتدرج بالجيم، وادى دفعه برضو النهارده للناشئين. كريم حاتم كان كويس، مؤمن طارق خيري كويس، عبد الله لما نزل شويه كان كويس. اعتقد في الباقيين ان شاء الله المباراه الجايه هيرجعوا لمستواهم. اخد من كلام حضرتك يا كابتن سعوية اروح لكابتن طاهر. يمكن فكره الناشئين او اعتماد مستر اوجوستي بوش على الناشئين دايما بيفرق في المباريات، سواء المباريات يعني مع الفرق زي مصرية للاتصالات او ايضا يمكن شفنا في الدور الترتيبي برضو بيفرق مع انديه كبيره زي الزمالك والاتحاد. فكره وجود الناشئين في صفوف الفريق، شفنا كمان يمكن زميلنا طبعا محمد توفيق ذكر ان مستر اوجوستي بوش يمكن راح قبل المباراه، كمان كان موجود متواجد بدري عن المباراه بعدد من الساعات بيتفرج على تدريب كمان يمكن فرق الناشئين تحت 16 و14 سنه. فكره اعتماد مستر اوجوستي على عنصر الناشئين يمكن بيفرق معاه، هو بيراهن عليه دايما وبيفرق معاه فعلا، بيكسب الرهان. دي تعتبر امانه منه ان هو بينظر لمستقبل النادي الاهلي وفي ناشئينه. انت لو بصيت التعاقدات بتاعتنا السنه اللي فاتت ما كانش فيه تعاقدات. ايه اللي فرق او ايه اللي غطى مثلا اعتزال مودي الجرحي والجمال؟ الناشئين، ما فيش حد جه بدلهم من بره، وده سياسته. يعني هو بيبتدي بالتدريج، يعني بتلاقيه مثلا زي في بطوله القاهره اللي هي بتبتدي وبتكون يعني الى حد ما بطوله سهله شويه، بتتيح لمستر اوجستي ان هو يرمي كميه ناشئين ويحصلهم في النهائيات وفي الدورات القويه اللي بعد كده. ودي سياسه طبعا كويسه جدا لان الناشئين دول ولادي وفي ايدي، ومش هاسعى للتعاقد معاهم والحاجات دي. يعني المساله مساله ان انا لازم استفيد من ناشئين النادي الاهلي، وبيبقوا عندهم روح النادي الاهلي لان هم متربيين في البيت ده، في الوجود ده، فبيبقوا كمان اكثر حبا واكثر عطاء للنادي اللي رباهم. طبعا عارفين المركز الثاني ده هزيمه بالنسبه لهم بالظبط، لان احنا نادي بطوله، احنا مزبوط. لا نرتضي بالمركز الثاني زي الاخير عندنا في النادي الاهلي. وعلى هذا الاساس طبعا كمان لما اعتمد على الناشئين بيبقى الى حد ما المستوى اللياقه
البدنية بيبقى اعلى لصغر سن المجموعة او الفرقة، في نسبة كبيرة صغيرين، فالنسبة بتبقى الفتنس او المستوى البدني عالي عن بقية الفرق. هي ليها ميزات كتيرة جدا، وهي في مصلحة النادي الاهلي في ظل ان انت يعني معناش محترف دلوقتي. مظبوط. مين اللي غطى مكان المحترف؟ احنا بنلعب الاتصالات وهي عندها محترف من احسن سبنسر. محترفين مصر اللي جم في مصر يعني. يمكن طول الوقت يا كابتن طاهر انت في المباراه يمكن بتذكره كتير قوي، بتتكلم عنه عن اداءه سبنسر، يمكن فارق كتير قوي مع الفريق. هو رغم كبر سنه انما هو صراحه لعيب يعني نموذج عنده 40 كويس سنة أو أكتر. أكتر من 40 سنة، ده لعب مع سمير جودة أو لعب مع إسماعيل أحمد، يعني تقريبا في سنهم كانوا محترف معاهم في لبنان. فهو رغم كبر سنه إنما الباسكت بتاعه، وهو النهاردة الفرق قل عن امبارح نتيجة يعني إن هو كويس النهاردة غير امبارح. او امبارح جات له اصابه بسيطه فطلعه، فهو ده اللي فرق. وعمر عطيه عزيز برضك لازم اذكره، لان كان كويس جدا جدا يعني، هو كان من ناشئين الاهلي. ومعظم انت بتتكلمي عن الناشئين اللي هو في الاهلي، معظم الفرق اذا كان اتصالات ولا مصر للتامين جيش. ولا الجيش ولا سموحه، هتلاقي معظم تكوين الفرق دي كلها من ناشئين النادي الاهلي. وده اكبر دليل على ان النادي الاهلي بيفرخ عدد كبير جدا وما بيقدرش يحتوي كل هذا العدد، فالعدد ده بيتفرق على انديه كتير. يعني بنقول ان السياسه دي سياسه حميده لينا وللباسكت في عموم مصر. يعني النادي الاهلي بيخرج لعيبه للباسكت في عموم مصر. يعني انت لو بصيتي هتلاقي اولاد وبنات كمان فيها. مزبوط. مروان فيها، ابن عماد رأفت عماد ابن الاهلي، عندك بسيوني ابن الاهلي، مروان عاطف كل دول ولاد الاهلي. فلازم انا في الاول اخد الناشئين اللي بطلعهم انا واستفيد منهم نمره واحد، وبعد كده ما بقدرش احتوي الباقي لما بيطلعوا درجه اولى فبيتوزعوا على الفرق. استاذن حضراتكم طبعا دلوقتي نروح لارض الملعب مع الزميل العزيز محمد توفيق، ولقاء هام طبعا عقب نهايه المباراه مع المدرب العام كابتن احمد الجرحي. اتفضل يا توفيق. من جديد برحب بيك يا مريم وضيوف الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك الفوز الثاني على التوالي النادي الاهلي على المصير الاتصالات، فوز بيقربنا خطوه كبيره جدا ان شاء الله نحو صعود للدور الثاني. يعني فاضل لنا بس مباراه من المباراتين القادمتين باذن الله نفوز بيها وان شاء الله نصعد دون الحاجه للمباراه الرابعه والخامسه باذن الله. معايا بعد انتهاء الماتش كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد برحب بيك في البدايه، الف مبروك الفوز، واعتقد النهارده الفوز بتاع امبارح والنتيجه الكبيره والفرق الكبير خلاكوا اديتوا عدد اكبر من اللعيبه النهارده، ويمكن ده اللي خلى السكور قريب شويه. طبعا برحب الاول في الاستوديو وكابتن طاهر رجب وكابتن سلعاوي وكابتننا الكبار. يعني انا اختلف مع حضرتك شويه، يعني لا احنا بنلعب عادي بالروتيشن الطبيعي بتاعنا. النهارده الاداء من وجهه نظرنا سيء، مش ده ادائنا، مش دي العقليه اللي احنا بنلعب بيها دايما. احنا كل ماتش بنلعبه يعني كبطوله، ما ينفعش نخش النهائيات بالمنتاليتي دي ان احنا ممكن جايين من فوز كبير ان احنا نريح الماتش بعديه. ومش يعني دي مشكلتنا احنا كجهاز مش مشكله اللعيبه. ممكن احنا حضرنا اللعيبه نفسيا للمباراه بطريقه ممكن المفروض في افضل ان هم ينزلوا بنفس الحماس بتاع المباراه اللي فاتت. هنحاول نعالج المشاكل طبعا دي، لكن يعني ادائنا يعني الطبيعي بتاعنا هو المباراه اللي فاتت. مباراه النهارده الحمد لله على المكسب، كويس تكسب وانت وحش، لكن انت مش بتبص على مكسب النهارده او مكسب اللي فات، انت دايما بتلعب للليفل بتاعك، بتبص على البطوله. فالليفل بتاع النهارده ده ما يجيبش بطوله، الليفل بتاع النهارده ده تكسب بيه ماتش.
فاتمنى ان شاء الله كده ان احنا كلنا كلعيبه وجهاز نعيد حساباتنا في الاداء، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل باذن الله. كابتن احمد، بالطبع انتوا داخلين البطوله بتدافعوا على لقبكم، احنا حامل اللقب الحمد لله، ولكن كمان يحسب لكم كجهاز الدفع بعد كبير جدا من الناشئين واللعيبه. يمكن مستر اوجستي يعني دايما بيدفع بعد كبير جدا من اللعيبه، يمكن شايفين اكتر من عنصر النهارده من فرق الشباب، ده شايفه ازاي خاصه واحنا بنتكلم ان احنا بننافس على بطوله كمان؟ بص، خليني اقول لك ان دايما من اول الموسم لما حطينا القايمه والقايمه فيها 10 لعيبه كبار فقط، لان احنا عارفين اللي موجود في قطاع الناشئين عندنا الحمد لله النادي الاهلي فيه يعني منجم ذهب من الناشئين، وفي لعيب واثنين وثلاثه، وفي غير اللي موجودين في ال 12 النهارده لعيبه تستحق ان هي تلعب، فالحمد لله رب العالمين يعني عندنا لعيبه كتيره صغيره في السن، لكن ان شاء الله تبقى كبيره في المقام، يعني ان هم ادائهم زي اداء اللعيبه الكبيره بالظبط، يستفادوا من اللعيبه الكبيره، هيفيدوا النادي ان شاء الله سنين قدام، وده حقهم بمجهودهم. الطبيعي ان هم يبقوا موجودين، ده مجهودهم، يعني دايما اللي بيأدي وبيموت نفسه وعارف قيمه التيشيرت اللي هو لابسها دايما بياخد فرصه وبيتالق. النهارده الحمد لله انت ما تحسش ان مؤمن خيري او عمرو زهران او بيدو او كريم حاتم، ما تحسش ان هم لعيبه صغيره، تحس ان هم لعيبه موجودين في الفرقه زيهم زي اللعيبه الكبيره في السن. طبعا سنهم صغير ودي حاجه تحسب لهم وتحسب للجهاز طبعا ان هو بيديهم الفرصه ان هم بيستغلوها بمجهودهم، فاتمنى ان هم يفضلوا ماشيين على نفس المستوى وفي اكتر باذن الله. اخيرا كابتن، يعني على طول ما فيش يوم استراحه وبعد كده على طول هنلعب الماتش الثالث باذن الله مع الاتصالات، هتقولوا ايه اللعيبه والاجتماع الفني اللي بعد الماتش قلت لهم ايه، وهتستعدوا ازاي المباراه دي؟ لا، لازم نلعب كل ماتش انه ماتش بطوله، وفريق الاتصالات فريق محترم جدا ومؤدي من السنه اللي فاتت اداء كويس، ممكن يكون بدا السنه دي بدايه مش كويسه في الدوري، ظروف اصابات خصوصا المحترف سبنسر كان مصاب، لعيبه هايله، جهاز فني بتاعهم محترم، فلازم تكون انت بتلعب محترم الفرقه اللي قدامك بنسبه 200% مش 100%، لازم يكون انت بتلعب المستوى بتاعك اداء النادي الاهلي، مش اداء المباراه او ظروف المباراه او تلعب بليفل المباراه، تلعب ادائك الطبيعي، السكور يخلص فرق 5 فرق 10 فرق 100، انا مش بتكلم النهارده ان احنا وحشين عشان السكور اقل من مره فاتت، النهارده 14 او 15 بونت ولا 12 مش فاكر، الماتش اللي فات خلص سكور كبير، القصه مش السكور خالص اللي احنا بنبص له، احنا بنبص على ادائنا خصوصا ادائنا الدفاعي، ده اللي احنا بنقيم عليه فرقتنا الحمد لله، يعني على المكسب في اي مباراه، بس دايما احنا بنبقى عايزين من اللعيبه الاداء الافضل وان احنا نلعب بالمستوى بتاعنا. كابتن احمد، موفقين وباذن الله في نهايه البطوله نبارك لكم على البطوله باذن الله. شكرا لكم، ميرسي. شكرا مريم دكا، لقائنا مع كابتن احمد الجارحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك الفوز للنادي الاهلي ودايما رب النادي الاهلي في المقدمه. الكاميرا كمان بتفضلي. شكرا ليك جدا يا توفيق، ومن الزميل عزيز محمد توفيق للزميلة روزان نصر، ولقاء هام مع صاحب الأربع ثلاثيات طبعا كابتن إيهاب أمين، وطبعا يعني صنع فارق كبير جدا في تحديدا الكوارتر الرابع. اتفضلي يا روزان. من جديد برحب بيكي مريم، وبرحب بضيوفك طبعا الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك للنادي الاهلي، اداء طبعا قوي ومميز جدا في هذه اللحظات. معايا نجم طبعا المباراه ونجم يعني فريق السله رجال كابتن ايهاب امين، طبعا برحب بيك على شاشه قناه الاهلي في البدايه، الف مبروك. قولي بقى النهارده، كلمني عن استعداداتكم طبعا قبل مواجهه الثانيه امام المصريه للاتصالات. الله يبارك فيكي، طبعا الحمد لله على الفوز. يمكن ما لعبناش زي ما كنا عايزين نلعب، بالذات في اول شوطين تقريبا ادائنا الدفاعي ما كانش احسن حاجه، عملنا ماتش كبير امبارح الحمد لله وقدرنا نفوز بفارق كبير، النهارده مستوى ما كانش يعني اللي احنا كنا مستنينه، عندنا ماتش كمان 3 ايام، فان شاء الله اليومين الجايين هنتمرن ونقدر نعمل ماتش احسن، ماتش جيم 3 يعني. كابتن، خليني اعرف منك دايما كده، اكيد يعني مدرب بيبقى ليه تعليمات مختلفه، ايه ابرز التعليمات يعني قبل كل مباراه؟ يمكن فريق مصرية اتصالات بالذات يمكن عندهم محترف من احسن محترفين في الدوري اعتقد سبنسر، فطبعا معظم التعليمات الدفاعيه بتاعتنا بتبقى نركز ان احنا ازاي نعمل دفاعات عليه، وطبعا حمد لعيب مهم جدا عندهم برده كنا مركزين عليه شويه، بس يمكن النهارده في لعيبه ثانيه هي اللي كانت مؤثره وده اللي اثر يعني في نتيجه المباراه شويه، فمحتاجين نركز مع لعيبه ثانيه في جيم 3 زي ما قلت. كابتن ايهاب يعني بشكرك جدا ونورتنا اكيد، شكرا، بالتوفيق، الف مبروك. مريم، ده كان لقائنا اكيد مع كابتن ايهاب، يعني بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه للاستوديو.
شكرا جزيلا روزان نصر. يمكن قبل برضو يعني ما نكمل لقاءاتنا من ارض الملعب، عايزه انوه عن حاجه مهمه جدا. طبعا رجال يد الاهلي للمربع الذهبي بعدما طبعا هزم نادي هليوبلس بنتيجه 34-30 في ربع نهائي كاس مصر. طبعا يعني بكده يكون اتأهل للسيمي فاينل، هيقابل ان شاء الله نادي الزمالك في السيمي فاينل يوم 13 من شهر ابريل المقبل. طبعا تمنياتنا ليهم بكل التوفيق ان شاء الله، رجال يد الاهلي قادرين ان هم يفوزوا بالكاس، وطبعا يكون كأس جديد بينضم لبطولات طبعا النادي الاهلي في الالعاب الاخرى. لو هنعلق على كلام كابتن احمد الجرحي يا كابتن سلاوي، يمكن في الاول كلامهم متشابه هو كابتن ايهاب، في عدم يعني رضا عن الأداء، شايفين أنه الجهاز الفني بيتحمل مسؤولية كبيرة جدا على عكس اللعيبة، هو شايف أن الجهاز الفني بيتحمل الجزء الأكبر. يمكن شايفين أنه الأداء ده ما يكسبناش بطولة، يكسبنا ماتش عادي. اتكلم برضو عن فرقة المصرية للاتصالات، قال عليها أن هي فرقة محترمة جدا. يمكن كابتن أحمد برضو كان قبل كده اتكلم مرارا وتكرارا أن في الدوري تحديدا دوري السوبر كان بيتكلم أن ما بقاش فيه فرقة ضعيفة فرقة قوية، كل الفرق بقت متساوية بشكل كبير جدا. تعليقك على اللي قاله كابتن أحمد الجرحي. تعليق أن أعتقد الكابتن أحمد الجرحي يتكلم كلام واقعي وكلام حقيقي، أن النهاردة الفرقة مش كويسة أو مش في حالتها الطبيعية أو مش في حالة أمس، فكلامه كلام طبيعي. وفعلا فرقة صلاط فرقة محترمة مع مدرب محترم، في أول الموسم بدأته بصعوبات نظرا لإصابة اللاعب الأجنبي اللي بيعتبر أحسن لاعب في الدوري. بس هو انا عايز اقول برضو هو حمل الجهاز الفني مسؤوليه، هو يعني كجهاز فني ما حملش اللعيبه، لا اللعيبه تحمل برضو، لان هم عبارة الجهاز الفني واللعيبه هم ايد واحده الاثنين، فاي اخفاق بيتحملوا الاثنين. اعتقد ان ده هيكون درس بالمباراة النهارده، هتكون درس بالنسبه لفرقه الاهلي. واعتقد ان ايهاب امين لما اتكلم في نفس كلام احمد الجارحي، ما اختلفش كتير، ان هم كانوا مركزين في الدفاع مع سبنسر ومركزين مع حمد، لكن في لعيبه تانية زي عطيه عزيز وفي اكتر من لاعب وصانع الالعاب بتاعهم ظهروا بمستوى محتاج دفاعات اخرى برضو عليها. اعتقد كل الحاجات دي هتدخل في حساباتهم. احنا دلوقتي في مرحله بنلعب على بطوله مش على جيم، فيختلف اداء اللعيبه من لعبه على مباراه عشان تكسبيها او على بطوله. اللي عايز البطوله محتاجه انك تكون على خط واحد في جميع المباريات، ما ينفعش الصعود والهبوط. فكلام واقع من مدرب عام النادي الاهلي بصراحه. كابتن طاهر، سواء كابتن احمد الجرحي او كابتن ايهاب امين، الاثنين ذكروا سبنسر، من الواضح ان هو عامل يعني زي ازعاج لفريق النادي الاهلي، يمكن مؤثر تاثير كبير جدا. عدم وجوده كان عامل اريحيه للفريق، ووجوده النهارده يمكن عكس الاريحيه دي شويه. الفتره اللي جايه يمكن في الجيم الثالث والجيم الرابع هيكون معانا تومسون، هيفرق وجوده في المباريات المقبله؟ ممكن الازعاج ده يقل شويه، فكره وجود تومسون هتفرق في المباريات المقبله؟ بلا شك، انت بتلعبي من غير محترف دلوقتي، وانت كمان المحترف اللي كان معانا في بدايه الموسم لغايه ما مشي الاسبوع اللي فات او اللي قبله كان محترف قوي، يعني بيجيب له 32 بونت في ساعات في المباريات، غير ان هو لعيب خبره ولعيب محترف ذو قيمه كبيره. انت بتلعبي من غير محترف دلوقتي، بس لما هيجي المحترف هيعمل شكل تاني، لان المحترف اللي جاي ده احنا كسبنا بيه 5 بطولات السنه اللي فاتت، كسبنا قفلنا البطولات كلها بالمحترف اللي هو تومسون. فبلا شك الريتم بتاع الفرقه هيبقى زي هيعمل لهم تنشيط ذاكره للسنه اللي فاتت، اكيد هيفرق معانا كتير. وبعدين هو في ميزه ان هو فيدر، ان هو بيلعب الفرقه، واحنا عندنا الهديفه، يعني عندنا السكوررز اذا كان الجندي عمرو الجندي ولا ايهاب امين ولا هو مؤمن طارق خيري ولا ابو النصر كجردات يعني بيلعبوا بره. فهو لما يبقى فيدر هيلعب الناس دي،
فالناس دي بالتالي هياخدوا مساحه كبيره في التهديف. وخلي بالك النهارده عمرو الجندي ده اللي كان حاطط 42 بونت في تصفيات افريقيا مع المنتخب طبعا. النهارده ما جابش سكور. ده كمان لما يشتغل ويلعب هيفرق معانا كتير. زائد ان تومسون يا كابتن طاهر عارف السيستم بتاع وستي. عارف السيستم حافظه فهيدخل في المجموعه بسرعه. وحافظ اللعيبه. يعني تومسون ليه دور مش ظاهر قوي لانه يعني السكور بتاعه محدود. ليه؟ لانه بيفضل ان هو يشغل الفرقه. ده الـ يعني الـ الميزه بتاعته. فبالتالي هيفرق لان احنا عندنا الهديف اللي محتاجين ان حد يديهم كوره. تمام. يعني بشكركم جدا على وجودكم النهارده في استوديو الابطال. مبسوطه جدا انا كنت معاكم النهارده. يمكن النهارده يعني يوم اهلاوي بلا اي يعني تحيز. الحقيقه النهارده النادي الاهلي قدر ان هو يفوز سواء في السله في الجيم 2 ما بين النادي الاهلي والمصريه للاتصالات. كمان يعني رجال يد الاهلي قدروا ان هم يتاهلوا للسيمي فاينل وهيقابلوا نادي الزمالك. الحقيقه يوم اهلاوي باقتدار جدا وعن جداره. خلينا بقى نختم. يمكن كمان دلوقتي جالنا اكيد اخبار برضو مفرحه اكيد ويعني تفاصيل اكتر عن المباراه المقبله بقى في كره القدم ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الهلال السوداني. ده طبعا هيكون في ختام دور المجموعات لدوري رابطه الابطال. طبعا اكيد الاهلي والهلال السوداني يعني يمكن هيلتقوا يوم 1 من شهر ابريل المقبل تحديدا يوم السبت المقبل. يعني يمكن في بعض التفاصيل الخاصه ببوابات دخول جماهير للاستاد في مباراة الأهلي والهلال طبعا اللي هتقام يوم السبت. الحقيقة أن الدرجة الأولى يمين هتكون من بوابة آل رشدان. الدرجة الأولى شمال هتكون من بوابة أيضا آل رشدان. الدرجة الثانية من بوابة شارع صلاح سالم. الدرجة الثالثة يمين هتكون من البوابة القبلية من شارع النصر. والدرجة الثالثة شمال من بوابة شارع صلاح سالم. والمقصورة الأمامية هتكون من بوابة آل رشدان. وأيضا يعني الإعلاميين والمصورين من بوابة الفروسية. وفي المقصورة الرئيسية هيكون الدخول من بوابة الرشدان. الحقيقة يعني عايزين نشكر شكر كبير جدا للجهات الأمنية اللي بتسهل دخول طبعا الجمهور لاستاد القاهرة إن شاء الله علشان يكون الجمهور موجود لمؤازرة فريقه طبعا. ومن قبلها طبعا أكيد الشكر موصول للجنة المباريات أكيد طبعا اللي عملت مجهود كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت علشان يكون في دخول منظم لجماهير النادي الأهلي بساعة 50,000 زي ما احنا طبعا ذكرنا على شاشة قناة النادي الأهلي وعلى كل الوسائل المختلفة الخاصة بمنظومة النادي الأهلي خلال الفترات الماضية. بشكرك جدا يا كابتن سلعوي. طبعا مبسوطة جدا ان حضرتك كنت موجود النهاردة معانا إضافة كبيرة. وأنا الحقيقة كنت مبسوطة على المستوى الشخصي ان انا كنت مع حضرتك النهاردة. احنا اكتر والله. بقى احنا بنتمنى الفوز دائما للنادي الأهلي في جميع الألعاب لان ده يعني بيتنا. واحنا يعني النهارده مبسوطين ان احنا معاكي وانك انت بصراحه يعني مستقبل ان شاء الله خير باذن الله وربنا يوفقك ان شاء الله. مبروك للنادي. شكرا لحضرتك كابتن طاهر رجب. يعني الحقيقه تحياتي لحضرتك وتحياتي طبعا لمجهود حضرتك في الاستوديو التحليلي. برضو يعني اكيد بضيف كلامي او بكرر كلامي يعني قيمه كبيره ليا ان انا اكون مع حضراتكم النهارده. شكرا لحضرتك جدا نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي طبعا كابتن طاهر. احنا بنشكرك واحنا زي ما عودنا يعني بتعودنا القناه على طول بان الناس اللي فيها ناس بروفيشنال وعلى مستوى عالي من الإعلام الرياضي يعني ده. وبنشكر طبعا القناة وإحنا سعداء كل ما بنيجي القناة دي بيبقى بتمثل لنا حاجات كتير. وطبعا القناة باسمها عالي عشان دي بتمثل النادي العظيم اللي لا يرضى إلا بالمركز الأول والبطولة على طول ان شاء الله. واحنا باذن الله متفائلين باذن الله في كل البطولات وربنا يوفق فرقه الكوره ان شاء الله يوم
السبت إن شاء الله. شكرا لحضرتك جدا، شكرا على كلامكم، شهادة كبيرة طبعا، وأكيد الشكر موصول طبعا لكابتن هيثم نجم نجوم طبعا استوديو الأبطال، إن شاء الله يعود مرة أخرى بالسلامة للاستوديو. شكرا لكم جدا، يعني كنت معاكم النهاردة لأول مرة في استوديو الأبطال، نرجو أن احنا نكون يعني كنا يعني خفاف على حضراتكم، وطبعا بقول لكل جماهير النادي الأهلي كل سنة وحضراتكم طيبين، دايما الأهلي في المقدمة، دايما الأهلي في القمة. النهاردة يوم أهلاوي باقتدار الحمد لله، كان وشنا حلو على النادي الأهلي طبعا، كابتن محمد سلعوي كان وشه حلو، كابتن طاهر راوي كان وشه حلو، والحقيقة النهاردة أن احنا قدرنا نفوز سواء طبعا على مستوى فريق السلة أو فريق اليد. بشكركم جدا، كل سنة وحضراتكم طيبين، مرة أخرى دايما الأهلي هو القمة.